متابعي قناة أبو حفص حيلي، مرحبا بكم. جميل هي جميل يا واحد خفيفة، واحد خرجة خفن زربن العوام راه سيدي، لا مازوت لا صوراس لا فيزيت. يا الجماعة دي العوام بطل 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 بطل، هادي منها المولانات عرفتي ولا ما؟ ما كتوقف لا الأهل الرجال الدرك الملكي لا الأمن الوطني ومنها المولانا، فهمتي؟ شي واحد يقول لك قول لهم ها فلان ولد زيوس ويلي كيولد قاسم، وهادي من هالمولين شاش يا ام الطلابي، شتي باغي ديري؟ شتي باغي ديري يا ام الطلابي؟ واه ام الطلابي واحد النغمه باقا في ودنيه، واحد المراه مسكينه كبيره جايبه الخبز وحنا راكبين معاها مول الطوموبيل وعندها العود، كتقول له وطا وطا ام الطلابيل، واه ام الطلابيل هيدا هيدا بهاد المحط هذا هادلح يا الوامرة بطل 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 يلا يلا سيدي يلا طيب خاوي يلا الله يبارك ايه المرايا يا شو المرايا جميل. المهم مشاهدينا الكرام قوم معنا حتى نشاركوا معكم هذا الفيديو حتى النهاية. مولانا سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه وبئر معطلة وقصر مشيد، بمعنى وشحال ديال الناس كتطبق عليهم هذه الآية ويا ربي السلامة وحيطوا كاين ها حيط اخويا قال له زرب قال له كيبنوا الحيوطة الله يرحم الوالدين يا الأصدقاء حيط. المهم ما عرفتي واش دار ديال خويا سعيد هنا هما اللي عملوا هذا الصانع ولا جيراني. المهم عندي صاحبي سعيد خدم من أنا وياه في صوماجيك كيسكن في الصيف هاد القلق ديال دخلت العوام غير اللهم بارك. المهم هادشي هذا ماشي قالوا لنا هادشي هذا شاهدناه، هاد دار المباركه هي في القنت كانوا عاملينها واحد لوجيست خفان زربن هنا هنا كانوا عاملين واحد سطال ديال الماء واحد البرميل ديال الماء. اش عملوا واحد المجرمين لما اكثرهم كيعيشوا معنا اليوم وكشاكوا معنا الهواء اش داروا؟ جاو داك السطال يعني برميل واحد البرميل ديال الماء هزوه طمعوا فيه وداوه هزوه في الموطور. ولكن سير على باباكم ايوا كنت حاضر وتشوف الله يمن تبارك مع باباك. المهم هاد الناس هادو بالوعي ديالهم الله يرحم لك الوالدين حمزه الله يعزك الله يحفظك الله حمزه ياك حمزه بخير الله يرحمك شو اسمك؟ عبد الرحيم. فين كتسكن سي عبد الرحيم؟ العرايس. تشرفي الله يحفظك عبد الرحيم شكرا 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 الله يحفظك شكرا خويا عبد الرحيم فهمتوني اخوان الله يحفظك الله يحفظك عبد الرحيم نسيت يا جمال. صدق انطق الدن وما انسانيه الا الشيطان انا اذكره لا اله الا الله. المهم الموضوع ديالنا وصراحه انا ملي كنشوف يعني هذا الصانع هذا ينشرح صدري كنحس بواحد الامال في هذه الامه المرحومه اللي قال حق ربي العالمين وامته مرحومه اين انت يا امه محمد. كنشوفوا اليوم الزروبه شرا الحيط كناصد والله بسبوس الماء ما يخرجوه راه بطل مجرب وكيتكلم معك تساريت المغرب من حتى لبنان من الفوق حتى لتحت وشاهدنا الامور بما تؤوب وتعقب. لكن اخي الحبيب ناس المال ربي قال في القران الكريم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا تكون هنا في الدنيا كدا انت مزيان كلوا الكرادات وتكون الشخصيه تكون شخصيه كبيره مزيان لكن على منهجيه واتوا حقه يوم حصاده وآتوا اليتامى أموالهم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هاك هاك شوف الجمالية ها you
الناس اللي شي الناس اللي كتستقبل الفرصه ولا ودامت لي لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. هما الناس مزربين تبارك الله وبانين اللهم بارك، ولكن ها راه ما عطلاش، هي خدامه. ها شوف راه كتضيع الماء، سير بحالك حتى تكون انت اللي درتيه. سير بحالك سير بحالك سير بحالك. بعد ما كنكون في شي فيديو كنبقى ندوش مع راسي في الماء، خلي خوتي باش يديو الحسنات، وها كتضيع الماء حتى يكون ديالك. سير بحالك، انت ما عطيتش في حياتك كامله ما عطيتش حتى خبزه. الهضره مقواك، خلي الماء يجري يا صاحبي، خلي الماء يجري، خرجوا يشربوا الطيور الحيوانات. سير بحالك يا صاحبي، سير بحالك يا صاحبي، سير سير سير. هو الله 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 وبارد. اشوف الناس اللي اشوف هاد اسد دابا اسد بلاتي نشربوا ونعاودوا. بسم الله، انا مسلم، اشرب واكل باليمين. لذيذ، حتى الماء لذيذ لذيذ. الحمد لله الذي سقاني ماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملح الأجاج بذنوبي. يا الله ماذا الجمال، إنه الماء البارد الذي قال في حقه المولى جل جلاله وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون أفلا يؤمنون. ومشاهد واصحاب الفلوس بزاف، الله يزيدك الله يزيدك، مزيان يكون عندك فلوس بزاف، بوكو دولار جو كما قال الفرنسي، بوكو دولار جو مزيان. وما تنساش حق الله، وما تنساش الأقربين والوالدين والجار الجنوبي، تنساش ماشي مالك بوحدك. راه اللي عنده المال ديالو كياكلو بوحدو هذاك أكبر مجرم على وجه الكرة الأرضية، ماشي أنا اللي قلتها، ربي اللي قالها. نعطيك الدليل واسمع هكا الدليل. في جنات يتساءلون على من؟ عن المجرمين. راه آية قرآنية هذه، قلب عليها تلقاها. شوف 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 داكشي شحال غزال. شوف اللهم بارك. وكنقول لك في المغرب واحد المصيبة واحد طوالة وكاملة فرم، واش تقول؟ لكن ربي ما ربي ما وفقهمش باش يخرجوا يعملوا واحد البزيبيز ديال الماء وتشرب منه الأمة. هذاك الشيء راه بالتوفيق ديال ربي، راه مذكورة آية قرآنية وحدة في القرآن الكريم، وما توفيقي إلا بالله. الله ما وفقكمش يا حبيبي. وبئر معطلة وقصر مشيد. لا هذه لا، هذه القصورة مشيدة اللهم بارك، والعوينة هي خدامة. شو شو هذا الدليل؟ هذا الدليل. الله يرحم الوالدين، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم يا ناس الخير. ألو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وهي بني دار الغرور، واخا تبني وتعليها، عيشي واحد اليوم راك تمشي وتخليها. غتبقى هنايا يديوها الورثة، يمشيو بها الحاج ويتهلاو على الفقراء. أنت كنت يا عالة، كنت يا شادة، تموت فهمتي؟ ربي العالمين بالمال ديالك هيكرم به الفقراء والدراوش والمساكين والمحتاجين. لهذا اغتنمي الفرصة الآن، الآن قبل فوات الأوان. النبي قال اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منهن صلى الله عليه وسلم يا مشاهدينا يا كرام غناك قبل فقرك، ومن بعد الغناء جيها الفقر. من بعد الغناء شحال ما دوزتي 70 عام الغناء هيجيك الفقر. ربي قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لهذا هذا خير المشاهد، واحد ذكرى واحد الموعظة واحد النصيحة فيما بيننا، يعني الله عسى أن تصيب أذانا صاغية وقلوبا واعية، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهمتوا اللي بغيت نقول؟ والناس صاحبي كنقول لك المغرب كامل زربوا عليه، وربي ما وفقكمش، ربي تخرجوا بزيبيز ديال الماء يشربوا من يشرب منه الحيوان والطيور والانسان.
ربي ما وفقكم شيء. هذيك القضيه ديال التوفيق، وما توفيقي الا بالله. اغتنم اغتنم، هات موت بقي، هات كيولي الخصوم هي حتى مات. هو درهم ما كانش كينفقو في سبيل الله، درهم حتى مات. هات قال لك واه جيبوا الطلبه، واه جيبوا، لا جيبوا الشيخات. فجيبوا الطلبه يقراو عليه القران، والقران قرا على حياتك وانت باقي حي. الميت ما تقراش عليه القران، الميت قامت القيامه ديالو ولا مات. واش واحد ميت تقرا عليه القران وتقرا عليه واقيموا الصلاه، اش غيقيم الصلاه؟ وعجيب والله هاد البشر ما فهمتش. مسلمين مساكن المسلمين، مسلمين اخطاوا الصيغه في الممر، مشكله. قال لك اسيدي واجبون قراو عليه القران، اش قال عليه القران؟ واحد ميت قراو عليه وانفقوا مما رزقناكم كم، ها زعما فهمتي المحط، وانفقوا يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت أن يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا الشيء هذا كنقراوه على الحي، على الحي، والدليل لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. القرآن يا مسلمين فهو إنذار للأحياء ليس للأموات، من مات فقد قامت قيامته. أقول ما سمعتم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلب الحدث ومن عين المكان، إنها الزوادة يا سادة يا مشاهدي، هاي والزوادة يا كذا نجم الشمال يا بطل يا يلا وتحرك الشريف، عندك تكون مغبون. صورة في القرآن سميتها صورة تغابون، قيادة سيدي سلامة. الشمع المبارك الدوار المبارك، ولاد رافع السوينة، عندي صحابي تما خويا عادل السرعيني، دايما الزوادة، والعربي القرا صاحبي من الزوادة حتى لبرشلونة. طقسن كان يشدني الرادار واحد اخر سير يا دراش. المهم كلام واضح، مع السلامة، تبارك الله عليكم، اغتنم الفرصة. سلامة. المهم لا بغيتي الفيديو فيه ما يدار، لا بغيتي تستافد، إذا كنتي كتسمع وكتوعى وكنتي مسلم وهاك، لأن الدين نصيحة. هيدا قال لنا سيدنا النبي، وربي قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هادشي اللي عملنا في هذا الفيديو. عمر النحيلي ابو حفصه، كنتمنى لكم اوقات جميله طيبه مباركه، والسلام عليكم. متابعي قناه ابو حفص حيلي، لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم احرار، والسلام عليكم ورحمه الله.